شكرا. نجتمع اليوم في إطار الدورة 15 للفريق التقني التربوي في إطار تنزيل مخطط وبرنامج عمل ما بين منظمة اليونيسيف ووزارة التربية الوطنية، كذلك بالنسبة للأكاديمية الجهوية لجاسوس مسا. هذه اللقاءات هي دورية تتكرر كل سنة في إطار أولا تتبع وتقييم ما تم إنجازه، ثم وضع برنامج دقيق للسنتين المقبلة. اليوم نتناول ثلاث محاور أساسية كبرى في إطار هذا البرنامج ديال التعاون، منها الإنصاف وتكافؤ الفرص والذي نتغيى من خلاله تمكين كل الفئات العمرية من ولوج الخدمة التربوية بنوع من المساواة بنوع من تكافؤ الفرص. كذلك شأن نتناول موضوع تجويد التعلمات والارتقاء بها إلى المستويات العليا. في نفس الآن نتناول كمحور ثالث الحكمة والتعبئة، ثم أهمية التواصل في تملك هذه المشاريع الإصلاحية التي نقوم بها بتعاون مع الشركاء ديالنا خاصة منظمة اليونيسيف. هي مناسبة باش نركزوا على أن المغرب قطع أشواطا كبيرة جدا في مجال الارتقاء بالطفولة، في مجال يعني الاحترام لحقوق الإنسان بشكل عام، كذلك الأمر بالنسبة لحقوق الأطفال وتمكينهم من الخدمة التربوية إسوة بباقي الفئات. في هذا الإطار نتناول موضوع الهشاشة ووضعية الأطفال في وضعية هشة، أطفال الهجرة، الأطفال الذين في وضعية غير سليمة. المشاريع الإصلاح ديال وزارة التربية الوطنية تطرقت لكل هذه القضايا ولم تغفل أي شيء. هناك مجهودات تبذل من طرف الوزارة مدعمة بمجهود الشركاء وخاصة الشريك الأساسي اللي هي منظمة اليونيسيف التي تعنى بالقضايا ديال الطفولة والقضايا ديال خاصة الطفولة المبكرة. الأطفال الموجودين خارج المدرسة واللي هما في سن التمدروس، هنا كانت واحد المشاريع متعددة تناولت كل هذه الجوانب، منها المشروع المرتبط ب التربية غير نظامية سواء في شقها الأساسي أو في الشق المتعلق بالتربية غير نظامية للجيل الجديد. وكما كيعرف الجميع أن هناك مجهودات بديلات في إطار إرساء مراكز الفرصة الثانية للجيل الجديد اللي عرفوا النور فيه جوج ديال المراكز هذه السنة هذه اللي فتحوا، بالإضافة لأربع مراكز جديدة سوف تفتح في الموسم الدراسي المقبل. نفس الشيء بأن الأكاديمية سوف تنظم يوما دراسيا في إطار تمكين أطفال المنحدرين من الهجرة لكي يستفيدوا من الخدمات التربوية بغض النظر عن الجنسية ديالهم، عن الدين ديالهم، عن اللغة ديالهم. هذا كمشروع وطني منخرط في المشروع الدولي للاهتمام بالإنسان في جميع يعني الجوانب ديالهم. كذلك الشأن أن الأكاديمية الجهوية تشتغل بشكل كبير على الأطفال الذين يوجدون خارج المنظومة التعليمية، سواء منهم الذين فاتهم يعني الفرصة ديال التسجيل والالتحاق بالمؤسسة التعليمية واللي كانت تفوت فيها الاطفال متراوح اعمارهم ما بين 8 سنين 13 عام، او بالنسبه للفئه اللي هي الشباب واليافعين ما بين 13 و 18 سنه لتمكينهم من فرص الاندماج سواء في النظام التعليمي او في المؤسسات التكوين المهني او الالتحاق بسوق الشغل. لان هي مجهودات جباره تبذل، الحمد لله النتائج اللي تحققت تبعت على الارتياح، لان مخطط متكامل وبرنامج دقيق بالنسبة ل 2021، كذلك الشيء بالنسبة ل 2023 نعمل على إجراءاته ميدانيا. تقدمنا على مستوى التعليم الأولي بحيث أن النسب انتقلت من 54% في سنة 2018 السنة المرجعية إلى 65% بالنسبة لهذه السنة هذه 2020، والمنتظر أن النسب هذه تحسن في نهاية 2023 إلى 83%. هذا الكم وافقه او رافقه التحسن على مستوى الجوده، بحيث ان المربيات اليوم كيشتغلوا في والمربون بخلفيه وبمرجعيه تتغيى تحسين جوده الخدمات، مما ساهم في تحسين يعني المؤشر ديال التعليم الاولي التقليدي او ما يسمى بالتعليم الاولي الغير مهيكل، واللي انتقلت النسبه فيه من 83.8 في السنه المرجعيه 2018 إلى 59% اليوم،
وهذه النسبة غادي إن شاء الله غادي تحسن في نهاية 23-37%، يعني تقلص العدد ديال التعليم الأولي لغير المهيكل، وبالتالي نحن سائرون في اتجاه تزويد الخدمات التربوية، في اتجاه تمكين كل الأطفال من فرص ديال الاستفادة من الخدمات التربوية. كل هذه مشاريع تتغيى في العمق لعناية بالطفولة المبكرة، لتمكين كل الأطفال وخاصة المنحدرين من أوساط هشة أو ينتسبون أسر المعوزة. هذا الدعم سيساعد ولا شك من بلوغ الأهداف والمؤشرات التي نسعى من خلالها كدولة كنظام تربوي إلى تحسين المؤشرات كما هو متفق عليه ومصادقة عليه على المستوى الدولي. شكرا لكم كأطر صحفية كوسائل إعلام على ما تقومون به يعني من مجهود، واللي ينبغي أن يعلمه الجميع هو أن المشروع ديال التواصل مع المجتمع مع الأسر بشكل عام لكي تتملك مشاريع الإصلاح والتطوير ويرجع الفضل فيه الوسائل الإعلام، وبالتالي فأنتم معشر الصحفيين ودور لكم اليوم وطني أكثر من أي وقت مضى. المجتمع يناديكم لكي تعملوا على تبليغه كل المستجدات كل التطورات التي يعرفها قطاعنا لكي نسير كوحدة وطنية كمجتمع يعني وراء صاحب الجلالة لبلوغ الأهداف والمؤشرات المرجوة. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.